حسن الساحلي، نحن سعيدين جدا بوجودك معنا ببرنامج والآي كولكتر انكيوبيتر. وسؤالي الأول لك، كيف بتعرف عن حالك؟ هلا أول شيء أنا بحب أعرف حالي إنه أنا شخص عنده شغف بالفن قبل ما أكون فنان. يعني بحب الفن، بحب أطلع على الفن واللوحات والفنون بشكل عام قبل ما إنه يصير أنا عارف حالي. يعني بحب كمان يكون أكيد بحب أعرف عن حالي كذا كفنان. نعم. بس بحب يكون عندي شغف بالفن أكثر. كيف توصف أعمالك الفنية حسن؟ أنا بحس إنه بحب ألجأ للفن كوسيلة إنه أعبر عن شيء جواتي أكثر من وسيلة إنه أرسم لأبيع أو لشيء على فكرة وسيلة مادية. أنا بحب أرسم لأعبر أكثر عن شو في جواتي. طيب، هل من طرح معين بتحب تقدمه من خلال أعمالك الفنية؟ هلا هي هو في وسيلة تعبير أكثر إنه طرح، بس إنه بحب يعني عبر عن شيء ناقص جواتي. يعني بحس إنه في شيء ناقص بخليني أرسم، بس أرسم بيكتمل هالشيء الناقص جواتي يعني. طيب، اللي قصدته أنا من سؤالي إنه هل من عنوان بتحب ترسم له مثلاً السلام، البيئة، الحرب، لبنان، العالم العربي، الذات، الإنسان؟ إيه أكثر شيء ممكن، يعني كل شيء جوات بحب أعبر عنه بطريقة معينة، بس مش إنه ما شيء حابب أرسم طبيعة أو أرسم حابب أعبر عن وطني أو شيء، لا في كذا شغلة بحب، يعني اللي بحبه بحب أرسمه، بحب يكون نفس الموضوع دائماً على الفاضي. بدك تشرح لي عن لوحة موجودة معك وتعطيني فكرة عن كيفية رسمك. هلا أنا دائماً بحب دائماً ألقط الخطوط الموجودة متألفة منها لوحة، يعني دائماً بحب بحس بشوف شيء معين هذا بيزيدني أرسم، عرفت؟ يعني ما بروح إنه يبدأ أرسم من هيدا اللاندسكيب أو هيدا، لا بشوف شيء معين بحس هذا الشيء خارجي مثلاً من خلال الخطوط الموجودة فيه، يعني بحب دائماً أفتش على، يعني بحب أدرس أهمية الخطوط باللوحة، يعني دائماً إذا ما في خطوط يعني دائماً كل اللوحات مكونة خطوط أساسية، عرفت؟ بحب أدرس هالشيء. وبحب أصل بطريقة تجريبية شوي وطريقة هندسية كمان، عرفت؟ مثل هاي اللوحة اللي موجودة حد ما بس شايفينها هلا شايفينها، اشرح لك، خلي الصورة على اللوحة واشرح لي عليها. اوكي، هي عبارة عن شو اسمه، هي سكيورتي كاميرا، يعني كاميرا بالسقف. بس انا شو عملت؟ حاولت لاقي الخطوط المتكونة منها وأصلتها بطريقة منها من خلال هالخطوط. هلا لو قلنا الطريقة بالبرايمري كولرز الأسود بالأزرق والأحمر والأصفر، بس في لون يعني أنا ما عندي الألوان، بس أصلا الطريقة من خلال الخطوط المكونة مني هي في بحد ذاتها، عرفت كيف؟ يعني دائما بحب بفتش عن أبرز الخطوط المكونة مني اللوحات حسن تجريبي شوي حسن وهندسي. إيه، اشرح لي كيف هذه الكاميرا معلقة بالسقف وصارت رسمة؟ إيه هلا هي أخذت الخطوط، يعني يعني مثلا خطوط مثلا هون ما بزبط بعيني، مثلا هاي اللي هي الكاميرا بحد ذاتها. اوكي، هلا كتبت مد بس هي في عندي خط يعني خوتها بشكل اكثر هندس، يعني ما لها كثير هالقد هندسيه، يعني ما لها كثير هالقد خطوط جنسيه بقى، بس انا خوتها معي وهي معلقه على خط هون مبين من تحت لفوق. هلا هي في لوحه اساسيه قبل انا اعملها، كان هي اللوحه الاساسيه. حسن، وضحت الفكره. سؤالي الاخير لك، هل الفن بالنسبه لك، انت بعدك طالب بالفنون الجميله، هل بدك تصير فنان محترف ام رح يبقى الفن عندك هوايه؟ هلا حاليا لا، اذا ما كان هوايه ما فيني اصير فنان يعني بشكل عام، بس انه بحب اكيد بطمح ان يكون مهنتي بالمستقبل الفن اكيد. حسن الساحلي، انا مسرور جدا لمرورك معنا بالبرنامج وبتمنى لك النجاح دائما بعملك وانك تنتقل معنا للمراحل المتقدمه من هالبرنامج وورد ارت كولكتر انكيوبيتر. شكرا لك، شكرا، وانا كمان بتمنى، ميرسي كثير.